اعزائي طلبه وطلبات الصف الاول الثانوي، اهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح ماده اللغه الفرنسيه. وفي الفيديو ده هنعرض كلمات والدرس الثاني من الوحده الثانيه. الدرس الثاني بعنوان دوموندي اي دير لاج اي لا دات دانيفرسير، يعني السؤال والسؤال عن وقول التاريخ والعمر وتاريخ عيد الميلاد. اول حاجه هنتعلمها مع بعض دلوقتي مع الشباب اللي معانا، برضو خليكم معانا انتوا الشباب اللي بيشوفونا على اليوتيوب، هو او هي الكلمه ان انيفرسير. ان انيفرسير، ان انيفرسير يعني عيد ميلاد. ان جور، ان جور، ان جور يعني يوم. ان موا، ان موا، ان موا يعني شهر. ان نو، ان نو، ان نو يعني عام. ان انفيتي، أن انفيتي، أن انفيتي يعني مدعو. أن ليو، أن ليو، أن ليو يعني مكان. أن كادو، أن كادو، أن كادو يعني هدية. لاج، لاج، لاج يعني عمر. لو ويكند، لو ويكند، لو ويكند يعني إجازة نهاية الأسبوع. أون أوكازيون، أون أوكازيون، أون أوكازيون يعني مناسبة. أون أني، أون أني، أون أني يعني سنة. une naissance، une naissance، une naissance يعني ميلاد. une différence، une différence، une différence يعني اختلاف. une date، une date، une date يعني تاريخ. une semaine، une semaine، une semaine يعني أسبوع. une invitation، une invitation، une invitation يعني دعوة. une fête، une fête، une fête يعني حفلة. une addition، une addition، une addition يعني عملية الجمع، الجمع. بعدها une carte، une carte، une carte يعني بطاقة. janvier، janvier يعني شهر يناير. février، février يعني شهر فبراير. mars، mars يعني شهر مارس. avril، أفريل يعني شهر إبريل. مي، مي يعني شهر مايو. جوان، جوان يعني شهر يونيو. جويي، جويي يعني شهر يوليا. أوت، أوت، أوت يعني شهر أغسطس. سبتمبر، سبتمبر يعني شهر سبتمبر. أكتوبر، أكتوبر، أكتوبر يعني شهر نوفمبر. ديسمبر، ديسمبر يعني شهر ديسمبر. افوار، افوار يعني يملك او عنده. كومونسي، كومونسي يعني يبدا. في انفيتي، انفيتي، انفيتي يعني يدعو. فيتي، فيتي، فيتي يعني يحتفل. فيليسيتي، فيليسيتي، فيليسيتي يعني يهنئ. اورجانيزي، اورجانيزي، اورجانيزي يعني ينظم او يرتب. سو تيرميني، se terminer، se terminer يعني ينتهي. donner، donner، donner يعني يعطي. montrer، montrer، montrer يعني يوضح أو يظهر. s'amuser، s'amuser، s'amuser يعني يتنزه أو يستمتع أو يتسلى. danser، danser، danser يعني يرقص. nécessaire، nécessaire، nécessaire يعني ضروري. être né، être né يعني يكون مولود. avant، avant، avant يعني قبل. après، après، après يعني بعد. chez moi، chez moi يعني عندي أو في منزلي. entre، entre، entre يعني بين. joyeux، joyeux، joyeux يعني سعيد. joyeuse، joyeuse، joyeuse يعني سعيدة. chacun، chacun، chacun يعني كل واحد. avec، pardon. chaque، chaque، chaque يعني كل. avec، avec، avec يعني مع. de la part de، de la part de يعني من طرف. confirmer la présence، confirmer la présence يعني يؤكد الحضور. à voix haute، à voix haute يعني بصوت عالي. aujourd'hui، aujourd'hui يعني اليوم. ودي كلمات الدرس الثاني من الوحدة الثانية. ودلوقتي هننتقل لشرح
القواعد.